السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وما كنتم في ليبيا. اسمي الحارث الشيباني. اليوم نتحدث عن العلم والشباب، وشنو العلاقة ما بين العلم والشباب، وشنو المشاكل اللي هو يواجهها الشباب الليبي حاليا من أجل طلب العلم، في نفس الوقت شنو حل هذه المشاكل، وشنو مردود هذه الحلول على بلادنا الحبيبة. بالتأكيد ليبيا حاليا تعاني وبشدة، تعاني من المرحلة الانتقالية، وأيضا تعاني من مرحلة عدم استقرار، مرحلة صراع سياسي، صراع جغرافي، وأيضا في العديد من التحديات اللي هو أصلا مركزة على الشاب نفسه. الشاب يعني أغلب الشباب يعانوا من نقص من الاهتمام خلينا نقول الدراسي، وأيضا الاهتمام الأكاديمي، عدم وجود أعمال يعني بشكل كبير، أيضا شح في السيولة، عدم القدرة على تحقيق بعض من الأهداف الخاصة الاجتماعية وأيضا المهنية. وبالتأكيد شنو سر ذلك يعني؟ فنجو بعد ما نجو نركزوا إحنا على الشاب الليبي وننظروا لهذه التحديات وشنو أسبابها. فيه العديد من الأسباب اللي هي ممكن تسمح لهذا الشاب إنه هو يتعب ومعاش عنده طموح ولا أمل من أجل أنه هو يحقق نوع من أنواع العلم. فالناس اللي قاعدة تصير في المسار الأكاديمي الحكومي، المدارس، الثانويات، الجامعات، نظرا حتى للحروب والكورونا خاصة في هذه السنة والسنة الماضية، تجد أن العديد الشباب معاش عنده فد، خلينا نقول معاش عنده أمل أنه هو يكمل دراسته، فسيب دراسته وعد اتجاه إلى أعمال أخرى وحاول أنه هو يتحصل على لقمة العيش أو يفتح باب رزق. وفي منهم اللي حتى اتجه نحو السلاح وما أدراكه والانحراف وغيرها من هذه الأمور. فموضوع العلم أنك أنت ضروري تشتغل على الواقع اللي أنت فيه، فحتى ولو صارت هذه المشاكل أو إيقاف للدراسة الحكومية، كيف تقدر أنت تستمر أجل أنك أنت تنمي هذه المهارات؟ لأن عندك أنت وقت محدد، مش ديما هتكون شاب، مش ديما هتكون عندك جهد وقوة ونشاط من أجل تحقيق ما تريد. فإحنا ليش أصلا قاعدين نتعلمه وشنو السبب ذلك؟ نتعلمه مش نجيبه شهادة، مش نعدو نقمعزو في دائرة من الدوائر الحكومية وناخد مرتبنا الأساسي، لا، يجب علينا إحنا ناخذ هالعلم من أجل إحنا ننط في قيمة إيجابية تسمح لنا بتحقيق التأثير في داخل مجتمعاتنا. لابد من إحنا ندرك إن إحنا مهمين، وإحنا ركيزة لأسرتنا، ركيزة لأصدقائنا، ركيزة لمجتمعنا، ركيزة للشركة اللي نخدم فيها، ركيزة للمؤسسة أو المدرسة اللي إحنا عاملين فيها. يجب أن إحنا نكون مؤثرين إيجابيين. كيف ما في مؤثرين سلبيين توا في الوقت الحالي من الشباب قاعدين يتحركوا وما عندهمش لا رقيب لا حسيب، ومؤثرين في البلاد ومؤثرين فيكم حتى أنتم وحتى فينا إحنا يعني. بشكل عام يجب علينا إحنا نربطوا العلم بالشاب، والشاب يرتبط نفسه بالعلم ويجتهد من أجل هو يحقق العلم المطلوب، من أجل هو يزيل عن نفسه يعني خلينا نقوله غطاء الجهل، وأيضا يكون مدرك. الإدراك هذا مهم جدا، بعد الإنسان هو يدرك للمشاكل اللي حوله يجد حلول لها، وكيف يستطيع أنه يجد حلول أو يفهم حتى المشاكل الموجودة بالعلم. يجب عليه أن يكون مدرك للقطاعات الموجودة، فرضا لو بيركز عليه قطاع الصحة أنه هو بيجتهد أن يكون دكتور ممتاز، يجب عليه أن يتعلم يعرف شنو الأدوية الموجودة، شنو الأمراض الموجودة، شنو قطاع الصحة في ليبيا، شنو المشاكل اللي تواجهها، شنو المراكز اللي هي ممكن الواحد يشتغل فيها، وأيضا شنو الشيء اللي ممكن يديره هو في المجتمع متاعه من بحث، من دراسة، من تطوع، من دخوله في مؤسسات المجتمع المدني، ممكن توعية صحية، مثلا عندنا مؤسسة إبريل الخاصة بالتوعية الصحية ممكن يشترك فيها. فالموضوع هو يحتاج إلى شوية صبر، تأني، تخطيط وحرص أيضا. فيا شاب والشابة اللي قاعدين يتفرجوا وقاعدين يستمعوا، احنا ضروري في ليبيا ضروري نجتهد من أجل احنا نصنع حاجة إيجابية، نشدوا في بعضنا ونحاول نحن نبنوا البلاد.
لأن الوضع الحالي راه محتاجنا، محتاج لنا إحنا، محتاج لنا إحنا بشكل لم يسبق من قبل، ليس له يعني سابق، لأن تو البلاد في مرحلة ما بين اليمين واليسار، ويحتاج إن إحنا نبنوها، نحتاج إن نرفعوها، نحتاج إن إحنا نتعاون من أجل تحقيق ذلك. فهذا بشكل مختصر مفهوم أن الإنسان الشاب الطموح الناجح يأخذ العلم، يتحدى الأشياء اللي تصير تو قاعدة في ليبيا، وأن هو يجتهد من أجل أنه يخلق لنفسه مكان إيجابي يسمح له بتحقيق الأهداف اللي هو يراها من أجل النجاح، ويسعى ويكون طموح. يجب عليه أنه يكون حتى مع جماعة تسمح هذه الجماعة أو الفرقة أو الصديق أو الزملاء أنهم يرفعوا إيديهم مع بعضهم ويتعاونوا من أجل أمر خير، أمر فيه فلاح، أمر فيه منفعة للبلاد. شكرا لكم على استماعكم، نسأل الله أن يحفظكم، نسأل الله أن يسر لكم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.